مساء الخير وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من بريد واشنطن. معي أنا هدي العويس على الشرقية نيوز. وفي ملفات حلقة اليوم: رسميا كامالا هاريس مرشحة الديمقراطيين للرئاسة، والحزب الديمقراطي يرى فيها باراك أوباما جديد. الذكاء الاصطناعي يهدد بتضليل الناخبين في انتخابات الرئاسة الأمريكية، فإلى أين وصلت قدرات التكنولوجيا؟ وتحذيرات للاقتصاد العراقي من تبعات إضافية قد تضرب العراق في حال شهد العالم أزمة اقتصادية عالمية على غرار ما حدث في العام 2008. ابقوا معنا للمتابعة. حصلت كامالا هاريس إذن على ما أرادته ربما منذ زمن طويل، وها هي المرشحة الرسمية للحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة 2024، ومن يدري قد تدخل التاريخ لتكون أول سيدة تحكم الولايات المتحدة، وكذلك أول امرأة من أصول أفريقية تترأس البيت الأبيض. لنشاهد هذا التقرير. نعم هي تستطيع. بهذه الكلمات بارك الرئيس السابق أوباما ترشيح كامالا هاريس في انتخابات 2024، مقتبسا من شعار حملته شعارا خاصا بالمرشحة الديمقراطية التي وإن وصلت إلى البيت الأبيض ستكسر أكثر من قاعدة لتكون أول سيدة وأول سوداء تترأس الولايات المتحدة. America's ready for a new chapter. America's ready for a better story. We are ready for a president Kamala Harris. ما كان قبل سنوات مجرد نظريات وتوقعات تحول إلى أمر واقع مع تدهور صحة جو بايدن وتسليمه الشعلة لكامالا هاريس التي تحظى بدعم واسع من أهم رموز الحزب الديمقراطي، وفي مقدمتهم الرئيس بايدن نفسه الذي ألقى خطابا دام 45 دقيقة لدعمها. هاريس اليوم بحسب أرقام استطلاعات الرأي ليست مرشحة الصدفة أو منافس ضعيف لدونالد ترامب، فمعظم استطلاعات الرأي تظهر تقدمها على دونالد ترامب في معظم الولايات المتأرجحة. كما يرى الديمقراطيون أن التهديد بولاية ثانية لترامب يظل حافزا قويا للناخبين من أجل التصويت لهاريس، سواء نشطاء الحزب في المؤتمر أو الملايين من الأمريكيين الذين يشاهدون من المنزل. إلا أن الحرب في غزة وتداعياتها لا تزال تتسبب في انقسامات داخل الحزب الديمقراطي، فقد تظاهر آلاف المؤيدين لغزة في شيكاغو احتجاجا على دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل. We're working around the clock, my Secretary of State, to prevent a wider war and reunite hostages with their families and surge humanitarian health and food assistance into Gaza now. The civilian suffering of the Palestinian people, and finally deliver a ceasefire and end this war. وتلفت هذه الاحتجاجات النظر إلى المعضلات التي يمكن أن تقف عائقاً أمام فوز الديمقراطيين وتوحيد المواقف بين الجناح التقليدي والجناح التقدمي، بما في ذلك ترجيح عدم حصول الحزب على أصوات العرب الذين يمثلون شريحة لا بأس بها من الناخبين في ولايات متأرجحة. قبل أن أنتقل إلى ضيوف هذه الحلقة، أريد أن ألفت إلى نقطة هامة جاءت في التقرير عن استطلاعات الرأي المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأمريكية. فاستطلاعات الشركات ذاتها التي كانت تجري في مثل هذه الأيام، يعني نهاية شهر آب أغسطس وبدايات أيلول سبتمبر في حملات رئاسية سابقة خلال السنوات الماضية، لم تكن بالضرورة دقيقة 100%. فهيلاري كلينتون مثلا التي خسرت أمام دونالد ترامب كانت تتقدم أيضا على ترامب في الاستطلاعات في شهري آب وأيلول، وجو بايدن الذي فاز في الانتخابات ولكن حين كان يتقدم على ترامب في الانتخابات الماضية كان يتقدم بفارق كبير جدا يصل إلى 8 نقاط، وليس كما هو الحال اليوم مع كامالا هاريس التي تتقدم على ترامب بفارق نقطة إلى 4 نقاط فقط، يعني 4 نقاط على الأكثر. هذه المقارنة بين نتائج استطلاعات اليوم والحملات الرئاسية الماضية هي نقطة مهمة جدا لابد من أن ننتبه لها حين ننظر إلى استطلاعات الرأي. لنتحدث الآن عن رأي الحزب الديمقراطي بنجمته الجديدة كامالا هاريس مع المستشارة الاستراتيجية للديمقراطيين السيدة ناومي لين، تنضم إلينا من العاصمة واشنطن عبر سكايب. Thank you.
اهلا وسهلا بك يا سيدة لين، حضرتك من الداعمين وبقوة لحملة كمالا هاريس للرئاسة. الحزب الجمهوري يقول أن كمالا هاريس تعيش فترة شهر عسل تنعكس على استطلاعات الرأي، وقريبا سينتهي كل هذا الزخم، وسيتذكر الناخب الأمريكي أن كمالا هاريس غير متمرسة في السياسة ولا تمتلك من الخبرة ما يكفي لتتعامل مع الملفات التي تواجهها الولايات المتحدة ويجب أن يتعامل معها الرئيس الأمريكي. هل سنستمر برؤية هذا الزخم المحيط بحملة كمالا هاريس حتى بعد فترة من الخروج من أجواء اختيارها كمرشحة رسمية عبر المؤتمر العام للحزب الديمقراطي؟ من المؤكد أننا ما زلنا وسنستمر برؤية هذا الزخم. نحن نشاهد مئات الملايين من الدولارات تتدفق على حملة هاريس، ونشاهد أيضا زيادة في عدد المتطوعين، لا سيما في الولايات الحاسمة التي تعتبر ساحة المعركة الانتخابية ويطلق عليها اسم حزام الصدأ أو حزام الشمس. وهذا الأمر كان حاسما لدعم حجة حملة هاريس بشأن قدرتها على توسيع القاعدة الانتخابية وخلق مسار لعودة الديمقراطيين إلى البيت الأبيض، وهو ما افتقد إليه الرئيس جو بايدن حسب منتقديه، ونحن نرى هذا الفارق. المشكلة أن بعض الجمهوريين ليسوا مخطئين. لقد مر أسابيع فقط على انطلاق حملتها منذ أن قرر الرئيس بايدن عدم الترشح لإعادة انتخابه مكتفيا بدعم هاريس، وما زلنا نحاول معرفة موقفها من القضايا المختلفة. لذلك أعتقد أن هناك نوعا من هذا الزخم وراء نائبه الرئيس، لكننا لا نعرف إلى متى سيستمر، لأنها لم تفعل أشياء مثل الجلوس لإجراء مقابلة رسمية مطولة لشرح رؤيتها، وما إذا كانت مختلفة عما قدمته خلال ترشحها للرئاسة قبل 5 سنوات. سيدة لين، خلال الانتخابات الماضية جو بايدن كان شخصية وسطية، فاز لأنه تمكن من جذب أصوات غير الحزبيين، الأصوات المتأرجحة، الناس التقليديين من الحزب الديمقراطي وبعض الجمهوريين أو غير الحزبيين الذين كانوا يخشون من حملة دونالد ترامب وعودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. اليوم كمالا هاريس توصف بأنها يسارية متطرفة على الأقل من قبل دونالد ترامب، هكذا يريد أن يصورها للناخبين. هل ستتمكن كمالا هاريس من الحصول على أصوات الأشخاص الواقفين في الوسط بين الحزب الديمقراطي والجمهوري؟ ألا ترين أن هذا التأييد وهذا الزخم المحيط بحملة كمالا هاريس هو فقط من الشباب في الولايات المتحدة، وربما سيتردد الأكبر سنا في التصويت لها؟ I think that's a really good question, and it's one that I had myself because. هذا سؤال جيد حقا، وهو سؤال طرحته بنفسي. لقد أنشأت هاريس تقريبا مثل الرئيس باراك أوباما ائتلافا من الناخبين الشباب، خاصة الناخبين الملونين، بالنظر إلى الطبيعة التاريخية لترشيحها، فهي أول امرأة ملونة لها أصول أفريقية وجنوب آسيوية تترشح لرئاسة أمريكا. ولذا نرى نوعا من الدعم والتشجيع لها. لقد كان لدي نفس السؤال الذي طرحته، لأن بايدن فاز في ولايات مثل جورجيا ليس فقط لوقوف مجتمع داكني البشر خلفه، لكن أيضا لأنه تمكن نوعا ما من التواصل مع الجمهوريين الساخطين الذين لا يحبون بالضرورة الرئيس السابق دونالد ترامب. ولقد رأينا في نهاية الأسبوع الماضي إطلاق مجموعة جديدة داعمة لهاريس تسمى الجمهوريون من أجل هاريس، وهي في الأساس نفس المجموعة التي بدأت تعمل في وقت سابق من هذا العام لإعادة هذه الفئة من الناخبين إلى بايدن. وعندما سألت الجمهوريين عن ذلك وقلت هل هناك علاقة بين كون هاريس عضوة سابقة في مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا وقبلها مدعية عامة للولايات ومحامية عامة في مقاطعة سان فرانسيسكو
فرانسيسكو وابتعاد ناخبين معينين عنها، فالوضع كان مختلفا مع جو بايدن، لأن بايدن في الأصل من ولاية بنسلفانيا وفي إحدى الولايات التي تمثل ساحة المعركة. ويقولون هؤلاء الناخبون إن معارضتهم الرئيسية أو السبب الرئيسي لتصويتهم لصالح بايدن هو عدم رضاهم عن ترامب، وهذا شيء لم يتغير. ونحن نرى أن حملة هاريس تدفع لتكرار الأمر نفسه، وأرى أنه سيكون هناك الكثير من الجمهوريين الذين يؤيدون هاريس ويقومون بجولات أيضا لمساعدتها. فكرة الحملة الآن تقوم على إقناع شريحة من الجمهوريين بأن يتحدثوا حول ضرورة التصويت لصالح هاريس في نوفمبر المقبل. ما هو الجديد أو المختلف في أجندة كامالا هاريس للسياسات الخارجية؟ بماذا تختلف عن جو بايدن؟ والكل يسأل عن الموقف من الحرب في غزة والصراع الفلسطيني الإسرائيلي. يعني كامالا هاريس حين تحدثت أكثر من مرة عن غزة، في الجوهر كلامها كان إعادة لسياسات جو بايدن، نريد إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين ونريد أيضا وقف لإطلاق النار. ولكن لهجة كامالا هاريس، الكلمات التي استخدمتها كامالا هاريس وإصرارها على مسألة حقوق الفلسطينيين، حل الدولتين، وعدم حديثها عن مثلا أنها صهيونية كما يفعل جو بايدن، أشعرت البعض بأنها ستكون أفضل للقضية الفلسطينية من جو بايدن. هل تتفقي مع هذا الطرح؟ أتفق معك، وأعتقد أن هناك تصور بأن هاريس أكثر تعاطفا مع الفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة. ومن المثير للاهتمام أنه عندما سألت حملة هاريس حول هذا الموضوع، يقولون إنه لا اختلاف بين موقفي بايدن وهاريس من الحرب بين إسرائيل وحماس، لكن هناك فكرة مفادها أنها تستطيع أن تسير باتجاهات جديدة بطريقة لم يستطع بايدن القيام بها. ومن الواضح أنها لم تحضر خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكونغرس، لقد التقت به في اليوم التالي، وعلى الرغم من أن بايدن التقى به أيضا، فقد كانت هي التي ألقت بيانا قويا للغاية أمام الكاميرا حول حقوق الفلسطينيين حين قالت حول هذا الموضوع. وفي السياسة الخارجية بشكل عام وكذلك في هذا الصراع، وهي أيضا زوجة لرجل يهودي وسيصبح أول زوج من خلفية يهودية يدخل البيت الأبيض حال فوز هاريس. هناك الكثير من العناصر الأخرى المؤثرة في السياسات الخارجية التي ستواصل على الأرجح فيها ما كانت تفعله مع إدارة بايدن. كمالا لم تكن في موقع صناعة القرار الخارجي في مرحلة سابقة ليحكم الناخبون على تجربة هاريس في السياسة الخارجية، ولذلك أتصور أنه سيكون هناك الكثير من الزخم والعمل مع اقترابنا من الذكرى السنوية الأولى لهذه الحرب. نعم، وسيدة لين، طبعا الملف الاقتصادي يبقى الملف الأبرز والأهم بالنسبة للناخب الأمريكي. هل ستتمكن كامالا هاريس من إقناع الناخبين بأجندتها الاقتصادية، بأنها قادرة على التعامل مع مشكلات التضخم والمشكلات التي تواجه الاقتصاد الأمريكي اليوم، خاصة أن المنافس يعني ليس سهل في هذا الملف، وهو دونالد ترامب الذي تنظر له شريحة كبيرة من الأمريكيين على أنه رجل أعمال ناجح وأنه الأفضل، كانوا يقولون أنه حتى أفضل من جو بايدن في التعامل مع الملفات الاقتصادية. So we're seeing, you know, this idea of the economy being something that is really hitting voters close to home. الاقتصاد هو ملف يؤثر حقا على الناخبين في منازلهم، وكما تعلمون عانى البيت الأبيض في هذا الملف لأن البيانات الاقتصادية ليست كلها سيئة أو لم تكن كذلك حتى انهارت سوق الأسهم على أساس تقرير الوظائف، وصرنا أقرب إلى احتمال حدوث الركود. وكما تعلمون كانت لدينا فكرة بايدنومكس، أي سياسات بايدن الاقتصادية، وبعد ذلك تراجع البيت الأبيض وحملة بايدن عنها، ورأينا الجمهوريين خلال عطلة نهاية الأسبوع يحاولون إعادة صياغة هذا اللقب على كامالا هاريس ويطلقون عليها اسم كامالا نومكس لتحميل مسؤولية النتائج الاقتصادية لعهد بايدن لكامالا هاريس.
وغرد دونالد ترامب جونيور عن انهيار اقتصاد كمالا، وأعتقد أن هناك حملة لربط الوضع الاقتصادي السيء بها، ودائما ما كان الديمقراطيون ضعفاء جدا في ملف الاقتصاد، وكان الناخبون يميلون قليلا في الماضي على الأقل وفقا لبيانات الاستطلاع إلى الجمهوريين من أمثال ترامب فيما يتعلق بالاقتصاد، ونحن رأينا ذلك في مقطع فيديو قديم حين طرح سؤال على هاريس بشأن ما إذا كان اقتراح بايدن إنفاق حزمة تريليون دولار في بداية إدارته للمساعدة في تعافي من وباء كورونا سيساهم في ارتفاع الأسعار، وقد أجابت حينها بشكل عشوائي نوعا ما، وهو أمر لا يعطي الكثير من الثقة حول قدرتها على المضي قدما في هذا الملف. ومن المحتمل أن نرى هاريس تميل إلى بعض السياسات التي تتبعها إدارة بايدن اقتصاديا، وقد اطلعت على تقارير من الأسبوع الماضي حين سألها المراسلون الاقتصاديون عن موقفها من أشياء مختلفة، وكما تعلمون كانت الإجابة هي محاولة تحقيق التوازن بين جانبين، فهي مؤيدة للأعمال التجارية لكن في الوقت نفسه تريد بناء الطبقة الوسطى، وهي مؤيدة للنقابات. ولذا أعتقد أننا نرى الكثير من الكلمات الطنانة من حولنا، لكننا لا نعرف تماما ماذا سيحدث في الملف الاقتصادي، لكنك على حق بالعموم. أعتقد أن الاقتصاد سيكون أحد القضايا الكبيرة التي سيأخذها الناخبون في الاعتبار عندما يحاولون معرفة لمن سيصوتون، خاصة الأشخاص الوسطيين غير المحسوبين على أي من الحزبين. أعتقد أن الكثير من الناس يعرفون ما يشعرون به تجاه المرشحين هاريس وترامب، لكن الأشخاص الذين يقفون في المنتصف، هؤلاء المستقلون، قد يذهبون إلى أي من الاتجاهين، وقضية الاقتصاد مهمة حقا بالنسبة لهم. شكرا جزيلا لك ضيفتي السيدة ناومي لين، كنت معنا من واشنطن. Thank you. وإلى مواقف عرب أمريكا، قالوها صراحة لجو بايدن ويرددونها اليوم لكمالا هاريس أيضا: لن نصوت للحزب ما لم نرى وقفا نهائيا وجديا لإطلاق النار في غزة وضغوطات أمريكية حقيقية على إسرائيل لوقف الحرب. المحتجون على استمرار الحرب في غزة والقصف الإسرائيلي لغزة كانوا حاضرين في محيط موقع مؤتمر الحزب الديمقراطي في ولاية إلينوي في شيكاغو، واقتحموا الحاجز الأمني معلنين صراحة عن معارضتهم لسياسات الديمقراطيين تجاه غزة، رغم أن معظم المحتجين هم من الحزب الديمقراطي. فما هي مواقف العرب الأمريكيين اليوم من الانتخابات الأمريكية، خاصة أن المرشح الديمقراطي تبدل وأصبحت كمالا هاريس هي المرشح، وهي معروفة على الأقل بانتقاداتها العلنية الأكثر حدة لإسرائيل من جو بايدن. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفي السيد سام بيضون، وهو مستشار الحكومة الديمقراطية لولاية ميشيغان ومرشح عن الحزب الديمقراطي للكونغرس المحلي لميشيغان، ينضم إلينا من ميشيغان أيضا عبر سكايب. معي السيد سام بيضون. إذن عرب أمريكا مستمرين بالمظاهرات المؤيدة لغزة والمعارضة للسياسات الأمريكية تجاه ما يحدث اليوم من حرب في غزة، لماذا لم يتغير موقف العرب الأمريكيين مع تغير اسم المرشح الأمريكي من جو بايدن، المرشح عن الحزب الديمقراطي من جو بايدن، إلى كمالا هاريس، رغم أن كمالا هاريس معروفة بمواقفها الأفضل نسبيا بالنسبة للقضية الفلسطينية من جو بايدن؟ First of all, let me take this opportunity to thank you, Hadil, for having me on your show. It's an honor to be with you. There's not much difference, quite honestly. He's still part of the Biden administration. She was on all the decision-making processes that took place. أولاً وقبل كل شيء، اسمحي لي أن أغتنم هذه الفرصة لأشكرك على استضافتي في برنامجك. في الحقيقة ليس هناك فرق كبير،
فهي لا تزال جزءاً من إدارة بايدن. لقد كانت نائبة الرئيس هاريس جزءاً من جميع عمليات اتخاذ القرار التي جرت عندما كان الرئيس يدعم حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وحتى تقوم نائبة الرئيس هاريس بالتحدث علناً وتوضيح موقفها بشأن ما تريده الأغلبية الساحقة من الأمريكيين العرب والمسلمين واللاتينيين والكثير من الناس في هذا البلد الذين يتضامنون مع قضية فلسطين حتى يسمعوا شيئاً مختلفاً. ستظل الجالية العربية الأمريكية في ميشيغان غير ملتزمة للأسف. هذه هي رؤيتي للأمور. أعيش في ديربورن وأنا مفوض مقاطعة وابن لمدينة ديربورن مع تعداد سكاني يبلغ 110,000 نسمة. يشكل الأمريكيون العرب أكثر من 55% من السكان، وأنا أعكس مشاعر وإحباط الأمريكيين العرب الذين يعيشون في ديربورن. هناك حوالي 250,000 ناخب في ميشيغان يعتبرون أنفسهم من الأمريكيين العرب، لذلك سيكون لهم دور كبير في الانتخابات في نوفمبر. ولكن بصراحة هناك الكثير من الناس الآن ليس لديهم الصبر للانتظار حتى نوفمبر. هم يفكرون في إنهاء هذه الإبادة الجماعية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني في غزة. لقد استمر هذا الوضع لمدة 10 أشهر ولا يبدو أن هناك وقف دائم لإطلاق النار في الأفق. نحن محبطون للغاية، والكثير من الناس يقولون لنا إنه لا يوجد وقت للسياسة الانتخابية الآن. يجب أن نركز على الجانب الإنساني وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. نعم، ولكن سيد سام، ردا على كلام حضرتك، هناك سؤال بديهي، يعني إذا لم يصوتوا لكامالا هاريس وامتنعوا عن التصويت خاصة في ولاية مهمة مثل ولايتكم ولاية ميشيغان، ألا يصب هذا في مصلحة دونالد ترامب الذي هو داعم أقوى من كامالا هاريس ومن جو بايدن لإسرائيل؟ Well, let me put it to you this way. You know, many are saying that this is not our problem. حسناً، دعيني أشرح هذه النقطة. كما تعلمين هناك الكثير ممن يقولون إن هذه ليست مشكلتنا، إنها ليست قضيتنا. بالمناسبة أنا ديمقراطي وأنا فخور بكوني ديمقراطياً. أنا مسؤول منتخب في الحزب، ولكنهم يقولون لنا إن الحزب الديمقراطي، القيادة في الحزب الديمقراطي والتي تبدأ من أعلى المستويات وهو رئيس الولايات المتحدة وإدارته، إذا استغرقوا كل هذا الوقت، فقد مر 10 أشهر ولم يتمكنوا من إنهاء حرب الإبادة الجماعية. كان من الممكن أن تنتهي هذه الحرب قبل 6 أو 7 أشهر، وكما تعلمون كان بإمكاننا التحدث عن إعادة إعمار غزة وعن خلق فرص اقتصادية للفلسطينيين وربما التحدث عن دولة فلسطينية مستقبلية. ولكن بدلاً من ذلك، نحن لا نزال نمر بفترة تحدث فيها الإبادة الجماعية، والناس يقولون لي حسناً هذه ليست مشكلتنا. إذا كان دونالد ترامب سيعود إلى البيت الأبيض لأن القيادة في الحزب الديمقراطي لم تتخذ الخطوات اللازمة والتدابير اللازمة لإنهاء هذه الحرب، فإنها ليست مشكلتنا. إن القيادة في الحزب الديمقراطي ستسهل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بسبب تقاسعهم عن اتخاذ إجراءات بشأن هذه القضية التي تهم العرب الأمريكيين في ميشيغان وفي جميع أنحاء البلاد. سيد سام، لا يخفى على أحد أنه يوجد داخل الدول العربية نفسها انقسامات سياسية عميقة. بعض هذه الدول تعاني من حروب أهلية طاحنة بين سكانها، وهناك خلافات في وجهات النظر السياسية على مختلف القضايا العربية في الداخل. نحن نتحدث في المنطقة. ماذا عن العرب في أمريكا؟ هل يتحركون كتلة سياسية واحدة؟ هل لديهم مواقف سياسية واحدة من مختلف الملفات؟ Look, Arab Americans, we live in this country. This is our. نحن كأمريكيين عرب، نحن نعيش في هذا البلد. هذا بلدنا، هذا هو وطننا المعتمد. نحن ممتنون لهذا البلد. نحن أمريكيون مخلصون للغاية. نحن ندفع الضرائب. نحن نشارك في العملية السياسية. نحن نتبرع بالمال للحملات الانتخابية. يعلمون أن الطريق إلى البيت الأبيض يمر عبر ولاية ميشيغان. الأمريكيون العرب يلعبون دورا حاسما. نعم، لدينا أولوياتنا في الشؤون الداخلية. نحن نهتم بالوظائف والرعاية الصحية والبنية التحتية. نحن نهتم بكل ذلك.
ونريد إنهاء العنف في شوارعنا. لدينا الكثير من الأولويات التي نهتم بها، ولكن في الوقت نفسه عندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية في الشرق الأوسط فهي أولوية بالنسبة لنا، لأن الكثير منا لديه أفراد عائلة وأصدقاء يعيشون في الخارج. والدي يبلغ من العمر 88 عاما، لا يزال يعيش في جنوب لبنان، ينتقل من قرية إلى أخرى هربا من القصف. لدي صيدلي يعيش في منطقة في ديربورن، فقد 80 فردا من عائلته في قصف واحد. هل يمكنك أن تتخيلي إذا فقدت 80 فردا من أفراد عائلتك؟ هم يهتمون كثيرا بما يحدث في الشرق الأوسط وما يحدث في فلسطين، في اليمن، في لبنان وفي سوريا. لذا فإن السياسة الخارجية هي جزء أساسي من عملية اتخاذ القرار. عندما ينظر الأمريكيون العرب إلى أي مرشح محتمل لمنصب فيدرالي، سواء كان عضوا في الكونغرس أو سيناتورا أمريكيا أو الرئيس في هذا الصدد. نعم سيد بيضون، قبل بضعة حلقات في بريد واشنطن كان ضيفي بشار جرار، وهو سياسي جمهوري من أصول عربية، وتحدث صراحة عن أن كثر من العرب الأمريكيين اليوم يتجهون نحو التصويت للحزب الجمهوري بسبب الملفات الاجتماعية، لأن العرب محافظين بطبيعتهم ولا تناسبهم السياسات التي يأتي بها الحزب الديمقراطي، السياسات المتعلقة بالمثليين والإجهاض وغير ذلك. ألا ترى، ألا تخشى من أن عرب أمريكا بدأوا بالتوجه نحو التصويت للحزب الجمهوري وربما لدونالد ترامب في هذه الانتخابات؟ Arab Americans, we are conservative in nature. Yes. نحن كأمريكيين عرب، نحن محافظون بطبيعتنا. في الواقع الكثير منا يشعر أن قيمنا الأخلاقية تتماشى أكثر مع الحزب الجمهوري، ولكن في الوقت نفسه هذا هو الحزب الذي يمثله دونالد ترامب، والذي يريد إعادة فرض حظر على المسلمين، ويريد التمييز ضد أي شخص من ذوي البشرة السمراء، وهو ليس مع الهجرة، يريدون ترحيل الكثير من الناس. هذا هو الحزب الذي جذب الكثير من الناس إلى الحزب الديمقراطي. هناك أيديولوجيات مختلفة داخل الحزب الديمقراطي، ولكن الكثير من الأمريكيين العرب لا يتفقون معها. هم ديمقراطيون، ولكن عندما يتعلق الأمر بالقيم الأسرية والقضايا الأخلاقية لديهم معتقداتهم الخاصة، ولا يمكن لأحد أن يفرض شيئا على أحد. نحن نحترم الجميع على قدم المساواة، نحن نتعامل مع الجميع على قدم المساواة. نعم سيد سام، حضرتك شغلت مناصب حكومية في الولايات المتحدة، وأنت مرشح أيضا لمنصب جديد في ولاية ميشيغان. إلى أي حد اليوم الشباب العربي الأمريكي مهتم بالسياسات الأمريكية، بأن يكون ناشط ومؤثر وصاحب قرار في السياسات الأمريكية؟ Yes, of course. It's within our nature. نعم بالطبع، إنه جزء من طبيعتنا كما تعلمين. نحن نحب رد الجميل. لقد ذكرت أنني في السياسة، لكن يجب أن أصحح ذلك. أنا دائما أحب التصويب. أنا أعمل في مجال الخدمة العامة، لست سياسيا محترفا. أنا وسيط عقاري ناجح، دخلت هذا المجال لأرد الجميل للسكان الذين جعلوني ما أنا عليه في مسيرة المهنية كوسيط عقاري. ولكن إن الكثير من الأمريكيين العرب لديهم طموحات. لدينا العديد من القضاة في مقاطعة، وأين الذين هم من الأمريكيين العرب؟ لدينا ممثلون في الولاية، لدينا على المستوى المحلي رئيس بلدية ديربورن عبد الله حمود، ورئيس بلدية هامتراميك أمير غالب، ولدينا أعضاء في المجلس البلدي. نحن نشيطون جدا عندما يتعلق الأمر برد الجميل على المستوى السياسي، ولدينا بالطبع أختنا رشيدة طليب، وهي فلسطينية أمريكية، وهي عضو في الكونغرس الأمريكي. لذا نعم، للرد على سؤالك، هناك الكثير من الناس الذين يطمحون للمشاركة في العملية السياسية في الولايات المتحدة. ما هي الولايات الأخرى غير ولاية ميشيغان التي سيلعب عرب أمريكا دورا محوريا فيها؟ وطبعا نتحدث عن الولايات المتأرجحة. I believe so. They saw the after effect of the uncommitted votes in Dearborn back during the
أعتقد ذلك. لقد رأوا تأثير الأصوات الغير الملتزمة في ديربورن خلال الانتخابات التمهيدية الرئاسية في فبراير. لدينا أمريكيون عرب في جورجيا وأريزونا وولايات أخرى، حيث يمكن أن يلعب الناخبون العرب والمسلمون دورا حاسما في ميشيغان. ميشيغان هي ولاية حاسمة في المعركة الانتخابية. من يفوز بميشيغان على الأرجح سيفوز بالبيت الأبيض. لهذا السبب يسعون وراء أصوات الأمريكيين العرب، لأننا يمكن أن نؤثر على الانتخابات. الفارق بين أي مرشح رئاسي في ميشيغان هو حوالي 3%. نحن كأمريكيين عرب نشكل جزءا مهما من 3% الذي يمكن أن تحسم الانتخابات في أي اتجاه. إذا قرر الكثير من الأمريكيين العرب البقاء في منازلهم في يوم الانتخابات لأنهم لا يحبون أي من المرشحين، فقد يضر ذلك بالمرشح الديمقراطي نائبة الرئيس هاريس. تذكري أنه في عام 2016 فاز دونالد ترامب بولاية ميشيغان بفارق 10,000 صوت. 90,000 شخص في أعلى القائمة الانتخابية لم يصوتوا للرئاسة لأنهم لم يعجبهم أي من الخيارات، وهذا كلف هيلاري كلينتون للرئاسة والباقي أصبح تاريخيا. لهذا السبب يركزون كثيرا على ميشيغان ويحاولون استمالة أصوات الأمريكيين العرب. لكن نحن كأمريكيين عرب لدينا مطالبنا. نحتاج أن تخرج نائبة الرئيس وتعلن بشكل قاطع أنها تطالب بوقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن، بما في ذلك الأسرى الفلسطينيين الذين يحتجزون بشكل غير قانوني. وأهم مطلب هو فرض حظر على الأسلحة الهجومية لدولة إسرائيل. الآن لدينا المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والقانون الدولي يمكن أن يحمينا، لأنهما أصدروا أحكامهم بشأن حرب الإبادة الجماعية التي تجري في غزة. كما نحتاج أن تتحدث نائبة الرئيس عن إعادة إعمار غزة، حيث أن 90% من المنازل والمباني والبنية التحتية في غزة قد دمرت بالكامل. لا توجد مستشفيات ولا توجد مدارس ولا توجد أساسيات الحياة اللازمة لتشغيل مجتمع مدني. ثم يجب عليها تناول مستقبل الفلسطينيين للفلسطينيين الحق في تقرير مصيرهم وتأسيس دولتهم الخاصة. كل هذه الأمور لم يتم التطرق إليها حتى الآن، وحتى تقوم بذلك لن يصوت الكثير من الأمريكيين العرب لنائبة الرئيس. شكرا جزيلا لك السياسي الأمريكي من أصول عربية سام بيضون، كنت معنا من Michigan. Thank you very much. Thank you. يستطيع الناس هذه الأيام بسهولة كبيرة تصميم صور مزيفة باستخدام تقنيات وأدوات الذكاء الصناعي واستخدامها في أي غرض بما في ذلك الحملات الانتخابية. على الرغم من وضع لوائح تهدف إلى الحد من تصميم مثل هذا المحتوى ونشره على شبكات الإنترنت، حتى المرشحين للرئاسة كامالا هاريس ودونالد ترامب وقعا في الفخ أو نشرا عن عمد صورا صنعها الذكاء الصناعي لدعم حظوظهم في الانتخابات. فدونالد ترامب نشر صورا تظهر أن المغنية تايلور سويفت الأمريكية الشهيرة والمعروفة بدعمها للحزب الديمقراطي قال أنها تدعمه، أي تدعم دونالد ترامب. أما كامالا هاريس فنشرت صورا مزيفة تظهر أن أعداد الحشود التي حضرت إحدى خطاباتها كانت أكبر من الواقع. فأي دور سيلعب الذكاء الصناعي بتقنياته الحديثة الكثيرة في الانتخابات المقبلة وفي حياتنا؟ نناقش هذا الموضوع مع ضيفنا. أرحب الآن بضيفي رولاند أبي نجم ينضم إلينا من الكويت عبر زوم. أهلا بك رولاند. يعني رأينا أشياء مذهلة خلال الأسابيع الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي من تزييف لصور وفيديوهات متعلقة بالمرشحين كامالا هاريس ودونالد ترامب. يعني رأينا فيديوهات لدونالد ترامب يرقص مع كامالا هاريس، رأينا صور مزيفة حتى على صفحات دونالد ترامب وهاريس نفسهم نشروا صور مزيفة. ويعني اليوم الأمر خرج عن السيطرة، كيف تخرج الأمور عن السيطرة بهذا الشكل رغم كل القيود التي تضعها شبكات التواصل الاجتماعي؟
أول شيء السبب الرئيسي لعدم وجود ضوابط هو عدم القدرة على وضع ضوابط. وهون ضروري العالم تعرف شغله، لما بنحكي عن الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاصطناعي منه شركة واحدة، منه برنامج واحد، في عدة برامج، كل برنامج بيشتغل بطريقة معينة، في تم تزوير صور، في تم تزوير فيديوهات عبر الديب فيك فيديوز، في تم تزوير أصوات، النصوص كلها بتقدر تكون جنريتد عبر الذكاء الاصطناعي. المنصات مواقع التواصل الاجتماعي، عم نحكي يوتيوب، انستغرام وغيرهم، بلشوا يطلبوا من المستخدمين انه انا اذا عم طلع فيديو وهذا الفيديو معمول عبر الذكاء الاصطناعي بقدر اعمل منشن، بعمل تيك بمحل معين انه هيدا الفيديو او النص او اي شيء او الصوره هذا معمول عبر الذكاء الاصطناعي. بس المشكله لما انا ما بحط انه هذا الشيء معمول عبر الذكاء الاصطناعي، وهذا الشيء بدك الالجوريزم او خوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي تقدر تعمل ديتك او تكشف انه هذا الشيء معمول عبر الذكاء الاصطناعي. هون رح الفت نظر لشغله معينه صارت بهذا الموضوع. كلنا بنعرف انه مثلا تشات جي بي تي اللي هو برنامج ذكاء اصطناعي كل العالم تستخدمه، كان في كثير تلاميذ طلاب جامعات وغيرها عم بيعملوا ابحاثهم ودراساتهم ومشاريعهم عبر تشات جي بي تي. فانخلق برامج تانية بتعمل ديتكت اذا هذا النص او هول الابحاث معمولين عبر الذكاء الاصطناعي ولا لا، او عبر تشات جي بي تي ولا لا. صار في عنا برامج تانية تقدر بمحل معين اذا انا عملت بروجكت للجامعه عبر تشات جي بي تي بياخذوا بنسخه على برنامج تاني بسموه humanized AI، اي انه هذا النص بيصير مبين كانه انسان طبيعي هو عامله ومش الذكاء الاصطناعي. فبصير اذا بدك من المستحيل على اي برنامج يعمل ديتكت ويكتشف انه هذا الشيء معمول عبر الذكاء الاصطناعي. فهذا مثل بسيط انه عدم القدره على وضع ضوابط لهذا الموضوع. رولاند، قبل عام تقريبا تحدثنا وعبر برنامجنا بريد واشنطن عن الذكاء الاصطناعي، وكانت الامور في بدايتها كان المحتوى التي تنتجه هذه المواقع المخصصه للذكاء الاصطناعي يعني محتوى بدائي وبسيط. اليوم وفي غضون عام واحد فقط تطور هذا المحتوى، وصرنا نرى فيديوهات بدقة عالية ينتجها الكمبيوتر. إلى أين تذهب بنا التكنولوجيا؟ ما المتوقع خلال السنوات القادمة؟ إلى أين سنصل؟ صراحة رايحين عليه أخطر وأسوأ لعدة أسباب. أول شيء إذا مثل ما حضرتك تفضلت وقلت، البيس، السرعة اللي عم يصير فيها تطور الذكاء الاصطناعي عم تكون مخيفة، ومع الوقت رح تصير مخيفة أكثر، خاصة بلشنا هلأ عم نحكي عن شيء بنسميه كوانتوم كمبيوترز. كوانتوم كمبيوترز هو أسرع ب 180 مليون مرة من أي جهاز كمبيوتر حالي. يعني إذا أي شيء هلأ كمبيوتينج باور بده يمكن 5 سنين تيعمله بالذكاء الاصطناعي، عبر كوانتوم كمبيوترز بدنا نص ثانية بنقدر نعمل نفس الشغل. القدرة صارت موجودة وين ما كان، التطور صار موجود وين ما كان، المنافسة موجودة وين ما كان. وهون برجع بستشهد بشيء قاله مارك كوبن اللي هو من أهم الانفسترز وأهم رجال الأعمال بالعالم بموضوع التكنولوجيا. إجا قال إنه الذكاء الاصطناعي cannot be regulated، يعني ما بنقدر نحط له ضوابط، لأنه بمحل معين أي شخص ممكن بالجراج تبوله بالبيسمنت تبوله بيقدر يطور أي برنامج ذكاء صناعي بده يكون عم بيعمله بكوريا الشمالية، مدغشقر، زيمبابوي، بأي دولة بالعالم بيقدر يكون عم بيعمل هذا الشغل وما حدا بيقدر يحدده. فكلمات وحتى زيادة موضوع التشريعات والقوانين ما عم يقدروا لا حكومات ولا مشرعين ولا أي حدا يقدر أصلا يفهم شو هو الذكاء الاصطناعي وكيف عم يتطور وعلى أساس ويقدر يحط له ضوابط. وحتى إذا بده يحط له ضوابط مش على أكيد رح يقدر يضبطوه، وأكيد ما حيقدر يضبطوه. رولاند، إلى أي حد تفهم المواقع الكبرى التي تدعم خدمات الذكاء الاصطناعي؟ إلى أي حد تفهم اللغة العربية ومن السهل عليها إنتاج محتوى باللغة العربية؟ صارت تدعم اللغة العربية بنسبة كتير كبيرة، حتى رح بروح بعد أكثر من هيك. في اللغة اللي بنسميها بالعربي التشات لانجوج، يعني أنا كنا عم بحكي معك بالعربي بس عم استخدم أحرف لاتينية. إذا هلأ أنا فوت على تشات جي بي تي وبكتب له بالأحرف اللاتينية مش الأحرف العربية وبقول له مرحبا تشات جي بي تي، هل تفهم هذه اللغة؟ بيفهم هذه اللغة وبيرجع بيجاوبني بنفس اللغة، لأنه بالنهاية لما جزء كتير كبير من الذكاء الاصطناعي هو ماشين ليرنينج، يعني هذه الآلة قدرت تتعلم أي شيء أنا بعلمها إياه، أي لغة، بأي طريقة معينة بتقدر تتعلم وتطور حالها وبتقدر تفيدنا بأي جواب. شكرا لك رولاند أبي نجم، ضيفي من الكويت، على هذه المشاركة. شكرا، يعطيك العافية.
بنيت أسواق الأسهم الأمريكية الأسبوع الماضي بهزة قوية جدا أدت إلى انهيار أسعار عدد من الشركات الهامة في الولايات المتحدة والعالم. سوق الأسهم عاد ليتعافى بعد ذلك، ولكن الهبوط الكبير الذي شهدته البورصات العالمية كان بمثابة ناقوس خطر ذكر الاقتصاديين بشبح الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ضربت العالم في عام 2008. فالتضخم العالمي في ارتفاع في كل مكان، الأمر الذي حذر منه اقتصاديون ومن إمكانية تأثيره على قطاعات عالمية حيوية وأساسية لعدد كبير من الدول حول العالم ومنها قطاع النفط. وحين نتحدث عن تأثير قطاع النفط وتأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية، فالدول المعتمدة على النفط بشكل أساسي في ميزانيتها كالعراق لا بد لها من أن تعي للواقع وتكون حاضرة لأي هزة اقتصادية محتملة. فبيانات التضخم الأخيرة في العراق تظهر أصلا مدى تعقيد الديناميكيات الاقتصادية في البلاد والتي تتأثر بعوامل داخلية وخارجية. فما الذي قد يحدث للاقتصاد العراقي في حال انخفضت أسعار النفط العالمية عن الرقم المسعر في الموازنة العامة للعراق؟ نتحدث عن تفاصيل وتبعات الواقع الاقتصادي مع ضيفي السيد هاري ستيفانيان المحلل الاقتصادي والخبير في الأسواق العالمية وخبير البنك الدولي، ينضم إلينا من العاصمة واشنطن عبر زوم. أستاذ هاري ستيفانيان، تقرير وزارة الخزانة الأمريكية الأخير جاء ليقول للعالم اطمئنوا لا يوجد أزمة اقتصادية عالمية فنسب التضخم تتراجع، هل اقتنعت بهذا التفسير على لسان وزارة الخزانة الأمريكية؟ هل فعلا لا يوجد أزمة اقتصادية عالمية قد تنطلق من هنا من الولايات المتحدة وتؤثر على الاقتصاد العالمي؟ الحقيقة أنه الاقتصاد الأمريكي كما تعرفين هذه مهم جدا بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي بصورة عامة، بالإضافة إلى الاقتصاد الصيني طبعا، اللي هم الاقتصادين المهمين في العالم حاليا ولهم تأثير كبير جدا على الاقتصاد العراقي بصورة خاصة. بالنسبة إلى أرقام التضخم اللي جاءت من واشنطن كانت نوعا ما مخيبة للآمال بالحقيقة. المتوقع أنه الولايات المتحدة قد تمر في مرحلة ركود إذا استمر الوضع حاليا كما هو، وبالتالي رح يأثر على أسعار النفط الخام عالميا. بالإضافة إلى ذلك رح نلاحظ أنه احتمال البنك الفيدرالي الأمريكي، بنك الاحتياط الأمريكي، ممكن أنه يخفض نسبة الفائدة في المرحلة القادمة كي يدفع بالاقتصاد الأمريكي قليلا. أستاذ هاري، كتبت على صفحتك في موقع إكس أو تويتر سابقا على العراق أن يراقب التطورات الاقتصادية بحذر، لأنه ممكن أن يكون هناك ضربة لسوق النفط وأسعار النفط العالمية ما قد يؤثر على الموازنة العامة للعراق خلال الفترة المقبلة. كيف سيتأثر العراق بالوضع الاقتصادي الحالي؟ الحقيقة أنه العراق حاليا النفوط مالته إذا كان خفيف أو ثقيل قريب جدا إلى أسعار برنت اللي هي حاليا 80 ناقص 4 إلى 5 دولارات حاليا، اللي هو قريب جدا إلى ما وضعته الحكومة في الموازنة الاتحادية اللي هي 75 دولار للبرميل، ناقصا طبعا المصاريف و تكاليف الاستخراج إلى آخره. فأي هبوط محتمل في أسعار النفط قد يؤدي إلى عجز كبير، يضاف إلى العجز الحالي في الموازنة العراقية لحوالي تقريبا بحدود 45 مليار دولار سنويا، وهذا ممكن أنه يؤدي إلى نوع من انخفاض في قيمة الدينار العراقي مثلا أو تباطؤ الاقتصاد العراقي. ومن جديد نسأل أستاذ هاري، هل بدأ العراق يسير في طريق إيجاد البدائل عن عائدات النفط أو حتى الاستفادة من عائدات النفط بشكل أفضل من الوضع القائم؟
الحقيقة رغم أن العراق ثاني أكبر منتج للنفط في مجموعة أوبك وخامس أكبر منتج عالميا ضمن المجموعة في الأوبك بلس، إلا أن تأثير العراق حاليا ضعيف جدا على سوق النفط عالميا، والنتيجة والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى ضعف الإمكانيات الحالية للعراق للتأثير على القرارات الأوبك بلس. لا ننسى أنه القرار الأخير اللي اتخذته وزارة النفط العراقية أنه سوف لا تخفض أسعار النفط طواعية، فراح نشوف أنه إذا كان هذا القرار منفذ أو لا. لكن بالجانب الآخر مجموعة أوبك بلس طلبت من العراق أنه يخفضون إنتاجهم باعتبار أنه الفترة السابقة كانوا ينتجون أكثر مما هو مقرر بالنسبة لهم. يعني نحن نلاحظ أنه العراق حاليا الاستراتيجية مالته هو في زيادة الإنتاج. طبعا الإنتاج العراقي راح يعتمد بصورة عامة على جولات التراخيص اللي أعلنتها مؤخرا اللي هي الـ 5 بلس و 6 اللي وقعت مؤخرا يعني قبل يوم أو يومين تقريبا إلى 13 عقد نفط جديد، لكن هاي الزيادة راح تكون متوقفة على الاتفاق اللي راح يتوصل العراق مع مجموعة الأوبك بلس اللي حاليا يعني يحدد من إنتاج العراق بحدود 4.2 بالعشرة تقريبا مليون برميل يوميا. شكرا جزيلا لك ضيفي الأستاذ هاري ستيفانيان، كنت معنا عبر سكايب. وختاما سأتحدث عن نقطة هامة أشارت إليها عدد من الشبكات الأمريكية خلال الأيام الماضية، منها بوستن جلوب وسيمافور وغيرها، وهي أن الحزب الديمقراطي بنسخته الحالية أصبح أخيرا بريء من خطيئة الغزو الأمريكي للعراق، فالمرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس وكذلك نائبها تيم وولز هم من الناس الذين كانوا خارج دوائر صناعة القرار حين صوت الكونغرس الأمريكي على حرب العراق، بل كانا من المعارضين وبشدة وعلانية حتى من خارج مؤسسات الدولة للحرب الأمريكية في العراق. وكذلك بالنسبة للفريق الذي يحيط اليوم بكامالا هاريس ومن المتوقع أن يكون في وزارتها مستقبلا، هذا الجيل الجديد من السياسيين الديمقراطيين سيأتي بكل تأكيد بسياسات متغيرة تجاه الشرق الأوسط، فهو لا يؤمن بضرورة أن تكون الولايات المتحدة شرطي العالم، وشخصية مثل كامالا هاريس مقتنعة تماما بأن أي تدخل أمريكي كبير في العالم وتحديدا في الشرق الأوسط سيكون ضد المصلحة الأمريكية ومصالح المدنيين في الخارج أيضا. أمريكا مختلفة تنتظر الشرق الأوسط في حال وصلت كامالا هاريس للرئاسة. كمالا ستعد للألف قبل توجيه أي ضربة أو القيام بأي تدخل خارجي إن وصلت إلى البيت الأبيض وفازت في الانتخابات. في الطرف الآخر لدينا دونالد ترامب الذي يشحن اليوم بتبرعات بملايين الدولارات من صقور الحزب الجمهوري الذين يطلبون من دونالد ترامب اتخاذ سياسات أكثر تشددا تجاه أعداء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وفي مقدمتهم إيران. شريك ترامب الأساسي في هذه الحملة أيضا هو جي دي فانس، وهو من قدام المحاربين في العراق في الغزو الأمريكي للعراق. دخل إلى المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي انعقد الشهر الماضي على أنغام أغنيته المفضلة بحسب فانس أمريكا أولا، وهي نشيد وطني أمريكي مناهض أيضا للحرب في العراق، كتبها ميرل هاغارد، وهي أغنية تقول بصراحة دعونا نخرج من العراق ونعود إلى المسار الطبيعي والصحيح ولنعيد بناء أمريكا أولا. ولكن أمريكا أولا التي يؤمن بها دونالد ترامب وجي دي فانس قاسية جدا على الشرق الأوسط، فصحيح أنها تتضمن إبعاد الجيش الأمريكي على المنطقة عن المنطقة، ولكن الإبقاء أيضا على الهيمنة والحضور الأمريكي من خلال تحريك الأساطيل العسكرية وإبقاء المسيرات الأمريكية في أجواء المنطقة لاستهداف واقتلاع
أي تهديد تراه إدارة ترامب تهديد للمصالح الأمريكية. حملتا ترامب وكمالا تبشران بعهد أمريكي جديد سيكون الشرق الأوسط حاضرا فيه بقوة بسبب الحرب في غزة وتداعياتها، رغم الرغبة الأمريكية في الابتعاد، ولكن من الواضح أنه سيكون حضور من نوع مختلف هذه المرة. هذا كان كل ما لدينا في حلقة اليوم من برنامج بريد واشنطن. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.